للدولة أملاك معروفة. طيب عايزين أملاك الدولة دي نعرف ندورها بالمظبوط. طبعا انتوا عارفين ان احنا في عندنا اطلاق وثيقة ملكية الدولة، ودي اللي اعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي. طيب وعندنا بقى حاجة تانية اسمها ميكنة ادارة املاك الدولة، وده مشروع مهم جدا. طيب في الشرقية بدأ، وبالتالي يتم تحقيق طفرة. ايه هي بقى؟ لان احنا بندخل كل البيانات الخاصة كويس لتقنين الاراء او تقنين الاملاك بتاعه الدوله، يعني كل ما هو ملك الدوله بندخله على السيستم، على الانظمه المميكنه والالكترونيه الى اخره، كويس، املاك واصول وما الى ذلك، كل الحاجات المملوكه للدوله سواء بقى مسجله او غير مسجله. تيجي تقول يعني دولك عندها حاجه غير مسجله، اقول لك ما احنا شغالين اهو لحفظ الحق العام، ده اسمه مال عام. فلازم نبقى فاهمين الأرض دي ملك الدولة تسجل، الأرض دي تميكن أو بالأدق المنظومة تمكن من أنه يتم ميكنة الحفظ، علشان أبقى عارف كل ده في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بالاستمرار في إنشاء منظومة إدارة أملاك الدولة وتكليف المحافظات والجهات المحلية باستكمال مستندات الثبوتية. فيبقى عندي قاعدة بيانات واسعة جدا، واضحة جدا، دقيقة جدا في كل محافظة. احنا معانا على التليفون دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهلا وسهلا يا دكتور. مساء الخير يا استاذ يوسف على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، وكل سنه وحضرتك طيب ومصر كلها طيبه وبخير يا استاذ يوسف. اللهم امين يا دكتور. دكتور ممدوح، احنا بدانا نتكلم في الشرقيه على ميكنه املاك الدوله او ميكنه وثائق املاك الدوله، بدانا من امتى وانتهينا الى ايه يا دكتور؟ هو طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان فخامه السيد الرئيس مدي اهتمام للملف التحول الرقمي عموما في كل حاجة، المستندات حتى الدفع الإلكتروني، المرتبات، كل المنظومة تتحول إلكترونية حفاظا على أملاك الدولة وحفاظا على أي أخطاء قد تحدث. فإحنا طبعا كمحافظة الحمد لله ابتدينا في التحول الرقمي بقالنا أكثر من سنة في التحول الملفات من ملفات ورقية إلى ملفات رقمية، والحمد لله بطمن حضرتك إحنا كمحافظة عملنا أكثر من 1,000,000 مستند لغاية دلوقتي حولناهم إلكتروني، فبقى عندنا بنية تحتية جيدة جدا للتحول في جميع الملفات. فبالتالي تم اختيار محافظة الشرقية كنموذج في تحويل إدارة أملاك الدولة للميكنة أو للرقمنة لجاهزية المحافظة ووجود كوادر جيدة فيها. وطبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان ده حفاظا على المال العام وحفاظا على ممتلكات الدولة، لان زي ما حضرتك عارف في الفترة اللي فاتت كان في تعديات على املاك الدولة كتيرة جدا جدا، يعني يكفي اقول الحركة محافظة الشرقية كان فيها اكتر من 47-48 الف حالة موجودين تعدي على املاك الدولة. الحمد لله ابتدينا دلوقتي نعمل تصالح ونعمل تقنين لوضعهم، والحمد لله محافظة ماشية بصورة جيدة، عملنا أكثر من 10,300 عقد لغاية دلوقتي، وتم تحويلهم كلهم لصورة رقمية بحيث إن احنا نقدر عارفين إيه هي أملاك الدولة ونقدر نتابعها في الريع بتاعها وفي كل الرسوم اللي مطلوبة من المنتفعين، بجانب طبعا حضرتك عارف ان في اصول مؤجره ما بين مباني وشقق واراضي زراعيه، كل الحاجات دي كلها موجوده للدوله، وفي حاجات كتيره جدا ما كناش عارفينها غير لما ابتدينا نحصر فعلا يا استاذ يوسف، اراضي زراعيه ما نعرفش عنها حاجه، شقق موجوده ما بنتابعهاش وبالتالي اللي قاعد فيها ما بيدفعش الريع بتاعها او الايجار بتاعها، الاراضي الزراعيه برضه عشان ما بنتابعهاش. دلوقتي الحمد لله الامور بقت الصوره واضحه جدا، بجانب منظومه المتغيرات المكانيه اللي هي بنقدر نتابع بيها التصوير الجوي والتحول الرقمي فيها في كل التعديات اللي بتحصل على الاراضي الزراعيه او المخالفات المباني، هي المنظومه كلها مرتبطه ببعض بصوره جيده جدا جدا، وانا بعتقد ان دي هتظبط جدا في الاداء بالنسبه لاصول واملاك الدوله في المرحله القادمه. طيب ده معناه يا دكتور انه احنا كده عملنا حصر كامل شامل دقيق لكل املاك الدوله في المحافظه، مظبوط؟
لا يا فندم، احنا دلوقتي في خلصنا جزء كبير منه جدا، وان شاء الله مكملين حصر، لان حضرتك في حاجات خاصه بالمحافظه وفي جهات خاصه بحاجه زي جهات الولايه، يعني الاوقاف، الزراعه، الري، كل الجهات كلها بنحصر معاهم. فاحنا شغالين دلوقتي بصوره جيده جدا، حصرنا كميات جيده جدا، وان شاء الله بنكمل في نفس هذا النهج في المرحله اللي احنا موجودين فيها. اهم نقطه فيها كلها يا استاذ يوسف دلوقتي ان بقى في منظومه بتتحرك بجد طبعا. يعني في منظومه، المنظومه دي ابتدت تتشاف، بقى فيها كوادر، ابتدينا نعرف وصلنا فين، بقى ما فيش تعدي دلوقتي على اي املاك من املاك الدوله من غير ما نعرف كل الكلام. دي نقاط مهمة جدا، فبالتالي نقدر نجيب المتحصلات بتاعة الدولة، نقدر نحافظ عليها، نقدر نحط تصور لاستخدامات أراضي الدولة. وحضرتك عارف إن ده ملف هام جدا طبعاً. السيد الرئيس مديله أهمية كبيرة جدا في المرحلة اللي احنا فيها. كانت إيه أبرز التعديات يا فندم؟ طبعا حضرتك عارف ان التعديات على الاراضي الزراعيه كانت كبيره جدا، وطبعا التعديات على، انت عارف حضرتك ان هي كانت محافظه الشرقيه هي مساحه الاراضي فيها حوالي 1,100,000 فدان. حضرتك بتتكلم على مساحه كبيره جدا من الاراضي الزراعيه، فما كانتش متشافه الاراضي قوي. يعني اقدر اقول لحضرتك اللي متسجل في الاملاك حوالي 50,000 واحد حاطين ايديهم على املاك الدوله بيدفعوا ريع بسيط، يعني بيدفع في السنه 40 جنيه 80 جنيه 100 جنيه على الفدان، يعني ارقام كلها لا تذكر. بعد ما ابتدت المنظومه تخش ابتدينا دلوقتي نشوف بالظبط الاراضي ديت، وابتدينا يا اما نعمل اجراءات التمليك ليه باسعار حددتها لجان، يا اما ان هو نرفع قيمه الايجار السنوي. فكانت معظم التعديات كلها كانت اراضي زراعيه يا استاذ يوسف، وبالتالي تصبح معظم التصالحات ايضا فيما يتعلق بالاراضي الزراعيه ولا امر اخر؟ لا، ما هو اراضي زراعيه او حد باني على ارض املاك دوله، يعني واحد باني على 200 متر، حد باني على 300 متر، حد باني على 500 متر، بنبتدي نقنن لهم وضعهم. وهو ده اللي احنا الحمد لله ربنا كرمنا ونجحنا في هذا الملف، بان احنا برضو وانت حضرتك بتقنن وضع المواطن لازم برضو تبقى رحيم في الاسعار، لان حضرتك بتتكلم على ملفات قديمه جدا طبعا. وناس مستقره في مكانها، وكانت التكلفات لينا هو عدم المساس باستقرار الاسر والاهالي صحيح. انما طبعا لما الواحد يقنن وضعه هيبقى عنده شهاده ميلاد للمبنى او للارض، يقدر يورثها، يقدر يبيعها، يقدر يطلع عليها ترخيص. فالاهالي ابتدوا يتقدموا والحمد لله الملف ماشي بصوره جيده جدا يا استاذ يوسف. ربنا يخليك يا دكتور. طب اخيرا معلش يا دكتور هطول لحظه صغيره كده، هل في جدول زمني لمساله انتهاء الحصر ومن ثم انتهاء عمليه الرقمنه والميكنه؟ احنا بالنسبه لميكنه اداره املاك الدوله، احنا بالتنسيق مع وزاره التنميه المحليه ووزاره الاتصالات، احنا ان شاء الله بنامل ان نخلص الملف داخل المحافظه الشرقيه خلال 5 شهور من الان بالنسبه لميكنه اصول واملاك الدوله باذن الله. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، الف الف شكر.